أخبار اليوم. نشرة الأخبار، أهلا بكم. السيسي يطالب الحكومة بالتسير على المزارعين لإنجاح توريد القمح. السيسي وبوتين يبحثان استئناف رحلات الطيران بين البلدين. وزير الدفاع يبحث مع نظيره الأسباني تعزيز التعاون والعلاقات العسكرية. عودة 10 صيادين من تونس بعد الإفراج عنهم. رياضيا، عاقبه الزمالك وعفى عنه خلال ساعات. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية مواصلة التيسير على المزارعين لإنجاح موسم توريد القمح واستلام أكبر قدر من القمح المحلي. ووجه الرئيس بسرعة الانتهاء من الصوامع والشوان الحديثة حتى يتم تخزين ما يتم توريده من القمح في ظروف أفضل تساهم في تقليل نسبة الفاقد. وشدد السيسي على ما توليه الدولة من اهتمام لتطوير البنية التحتية لسيناء والارتقاء بالمرافق والخدمات الأساسية هناك، سعيا لتوفير ظروف معيشية واقتصادية واجتماعية أفضل لأبنائها، بالإضافة إلى الاستفادة من إمكاناتها الكبيرة في جذب الاستثمارات. بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات. وأكد الرئيسان خلال اتصال هاتفي جرى بينهما ضرورة مواصلة الجهود لاستئناف الطيران بين البلدين تمهيدا لعودة التدفقات السياحية الروسية إلى مصر لطبيعتها. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف بأن الرئيس قدم التهنئة للرئيس الروسي بمناسبة الذكرى 71 لعيد النصر. كما تناول الاتصال التطورات والمستجدات على الصحة الإقليمية وجهود مكافحة الإرهاب. استقبل الفريق أود صدق صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي السيد بيدرو مورينيس وزير الدفاع الأسباني والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا. وناقش الجانبان خلال اللقاء تطورات الأحداث على الصحة الإقليمية والدولية وانعكاسها على الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط وسبل تدعيم أوجه التعاون المشترك وتعزيز العلاقات العسكرية وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين في العديد من المجالات. استقبل مطار القاهرة الدولي 10 صيادين عائدين من تونس بعد إلقاء القبض عليهم منذ أسبوعين بتهمة دخول المياه الإقليمية دون تصريح. وكان السلطات التونسية قد أفرجت عن 14 صيادا تم السماح بعودة 10 صيادين بينما ظل 4 هناك لحين انتهاء التحقيقات والقضية. قرر مجلس الزمالك العفو عن لاعبه شيكابالا بعد أن قرر معاقبته بالإيقاف والتحقيق وعرضه للبيع أمس الأول لمشاركته الوايت نايتس في احتفالية توديع عمر جابر. وبعد ساعتين عدل الزمالك من قراره بالعفو عن اللاعب وتقبل اعتذاره خاصة بعد تواجده في منزل عمر جابر ولم يذهب خصيصا بدعوة من الوايت نايتس، واكتفى الزمالك بلفت نظر اللاعب. وإلى نشرة الأحوال الجوية، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يصود الأربعاء طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، كما تظهر الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط أحيانا وخاصة على جنوب الصعيد مثيرة للرمال والأتربة. نهاية النشرة، دمتم في أمان الله.